ازيكم يا جيمرز، واهلا بيكم في الحلقه الرابعه من برنامج جيمرز لاند. حلقه النهارده هتكون خاصه، هنتكلم عن الالعاب، الجيل الجديد منها والقديم، وهل يا ترى انهي جيل دلوقتي احسن. وتاني حاجه هنتكلم عليها، لو انت جيمر جديد في المجال ده، يعني انت شفت مثلا اصحابك بيلعبوا وعجبك الموضوع انك تبقى جيمر وكده، وقررت انك تلعب العاب وتجيب جهاز تلعب عليه العاب، هل هتختار منصه البي سي ام منصه الكونسولز؟ ولو اخترت الكونسولز هتختار انهي جيل منها، الجديد او القديم؟ كل ده هنتكلم عليه بعمل مقارنه بسيطة، ويعني الكل هيبقى راضي. آخر حاجة نتكلم عليها شركات الألعاب والحصريات اللي بتعملها والاستغلال والحاجات دي كلها، وانت كجيمر تواجه ده ازاي. يلا نبدأ. الجيمينج مجال انتشر في الفترة الأخيرة، بقى مربح. شركات الألعاب دلوقتي بقت تقول الربح بتاعها من أول يوم وتاني يوم بملايين الدولارات. دلوقتي المجال خلاص، المجال كبر بقى زيه زي اي بيزنس، زي اي حاجه تانية. بس لما تيجي تقارن بالالعاب اللي نازله دلوقتي، هل هي تستحق اللي بيتقال عليها ده دلوقتي ولا لا؟ لما تشوف اللعبه دلوقتي نازله 60 دولار، بعديها بشهر تنزل لها دي ال سيز تانيه وسيزون باس تاني ب 60 دولار تاني برضو او اكتر، ويعني في الاخر انت بتدفع في اللعبه كده حوالي 120 دولار او اكتر، طبعا عشان كام ميشن اضافيه او لبس جديد او اي حاجه تانية، عشان خاطر ان القصه بتبقى قصيره، اللعبه ما بتكملش معاك يومين ثلاثه، بتبقى ممله، انت بتزهق. فالشركه عشان تلحق الموضوع ده تروح منزلها لك دي ال سي واحد واثنين وثلاثه عشان الموضوع ده يتظبط، عشان انت في الاخر ما تقولش لا انا مش هشتري العاب للشركه دي تاني. هل ده كويس ولا لا؟ طيب فكر في العاب زمان. لعبه زمان كانت تنزل 30 40 دولار، يعني يوم ما تنزل 40 دولار يقولوا اللعبه كده غاليه، لا ده كده غاليه غاليه قوي، وتبقى كامله تقعد معاك اسبوع او اكتر في انك تخلصها، وتبقى راضي جدا يعني، وبتشبع يعني شغف اللعبه عندك وازاي والشو بس كده كفايه دراما. بس يعني بتكون كويسه جدا يعني العاب زمان، لو انت جيمر قديم تشوف لعبه زي زيلدا او مثلا فاينل فانتسي او كول اوف ديوتي، كول اوف ديوتي 4 يعني اول ما نزلت كانت ضجه الصراحه، يعني عملت حاجه كبيره كده، وازاي لعبه فيرست بيرسون شوتر تبقى بالجرافيك ده، طبعا انت شايفها دلوقتي زباله، لكن هي زمان لا، ده زمان كانت جباره جدا، يعني كان فيها برضو حاجات حلوه كده، وفي نفس الوقت ما كنتش بتزهق من اللعب بسرعه. فلو جيت تقول دلوقتي في تقدم ولا لا، لا انا شايفها في انحدار يعني فظيع، ولازم شركات الالعاب تعالج الموضوع ده، لان الالعاب بجد بقت ممله. يعني احنا شفنا واتش دوجز، واتش دوجز اتعمل لها صيت كبير من اول 2013 لحد ما نزلت في 2014، وكنا اتصدمنا ان القصه زباله والجرافيك في باجز وفيرجن البي سي اللي نازل. يعني انت ماشي، انت كراكت جيمر يعني اركن على جنب، انا زيك ماشي هركن على جنب، لكن واحد اشترى اللعبه من يو بلاي دفع فيها 60 دولار بيجربها على كارت الانفيديا بتاعه الجي تي اكس مثلا، هتقول 770 760، وكان بيجي له لاج وفريمز دروب، يعني فريم دروبس، يعني تخيل لعبه عامله يعني حاجات كده وانت بتدفع فيها فلوس، وفي الاخر لا ما اتمتعتش بيها خالص، وقصتها كانت وحشه، ومن اي جي ان اداها 8.4، فاهم؟ يعني دلوقتي الالعاب مش واخده كل الصيت اللي بيتقال عليها ده، والعاب زمان يعني برقبتها الصراحه دلوقتي. تاني حاجه هنتكلم عليها، لو انت جيمر جديد داخل المجال ده، عجبك الموضوع وعايز تلعب، هتختار ايه؟ بص، اولا هنعمل مقارنه سريعه جدا بين البي سي والكونسولز، ولما تقارن ما تقولش انت ممكن تتفرج على يوتيوب على البي سي والكونسولز، لا مش عارف انت عايز مرتضى منصور كده، يعني اكيد اللي عنده كونسولز دلوقتي عنده يوتيوب على اللاب بتاعه او الكمبيوتر بتاعه زي ما هو بيشوف الفيديو ده دلوقتي. انا مش فاهم ازاي لما تيجي تقارن في الجيمنج تقارن بانك ممكن تشغل فيلم او انك تشغل مش عارف برنامج، ويقول لك اصلا المطورين بيطوروا الكونسولز على البي سي، ولما احنا يعني لما انتوا كنتوا رايحين كنا احنا راجعين، ومش مش عارف انا ايه الكلام ده. بص، لما تيجي تقارن هتقارن في الجيمنج نفسه، انت دلوقتي طالع لك الجهاز ده والجهاز ده، شوف انهي واحد بيجيب جرافيك احسن، شوف انهي واحد يشتغل على ريزوليوشن احسن، شوف انهي واحد ليه حصريات اكتر والعاب اكتر، ده اللي هتيجي تقارن بيه. ولما نيجي نقارن دلوقتي هنلاقي ان الكونسولز ليه اكبر حصريات، ودي نقطه ليه، لكن دلوقتي احنا بنلاحظ ان مثلا جي تي اي في كنا البي سي جيمرز ماتوا وعيطوا الصراحه عشان يلعبوها، وهي
قربت تنزل، ده لو الإشاعة طلعت غلط إنها هتتأجل ل 2015، بس لو برضو اتأجلت هي هتنزل. وروك ستار أعلنت إن ريد ديد ريديمشن هتنزل كمان للبي سي، وأنا متأكد إن سنة كمان أو سنتين هتلاقي ذا لاست أوف أس نازلة كمان للبي سي. يعني موضوع الحصريات برضو مش ما منوش قلق أوي يعني. لكن دلوقتي لو هتقول الجرافيك، فبالتصنيف من حيث الجرافيك بي سي، بلاي ستيشن 4، بعدين اكس بوكس 1. دي حقيقة، وفي يعني لو عايز دلالات اجيب لك، بس لو عايز من الاخر ادي الكلام اللي من الاخر. لكن في السعر هتلاقي ان البي سي اكبر حاجة، عشان تجيب جهاز يقعد معاك الست سبع سنين قدام تلعب عليه هتدفع بتاع 7000 جنيه او اكتر. بس الصراحة ما تزعلش حد خالص، هتدفع بتاع 7000 جنيه او اكتر. لكن دلوقتي الكونسولز يعني بره بره، خلينا تمنه بره، تمنه بره يعني بلاي ستيشن 4 يجي تمنه هنا حوالي 2800 جنيه 3000 جنيه، لكن لما تيجي تبص عندنا تلاقيه ب 4700 جنيه 1700 جنيه يا كفره زياده مش عارف ليه. بس السعر هتلاقي ان البي سي يخسر في الموضوع ده. لكن برضو لو جيت بصيت مفيش اي كونسول اتعمل له جيل بريك لغايه دلوقتي، فهتلاقي انك لو جبت الكونسول ب 3000 جنيه هتدفع له 3000 جنيه تاني عشان تجيب 5 6 العاب تلعب عليهم انت يا جميل. يا اما لو معكش فلوس هتقعد انت باصص له كده وفي اوضه لوحدكم متبادلوا النظرات. لان دلوقتي لو دخلت فرع جيم فالي اقول لك يا فندم سيب 600 جنيه هنا وادخل خد لك اي حاجه من جوه، شايف اللعبه بتاعت البلاي ستيشن 3 دي ب 600، شايف المقشه دي ب 600، شايف عم عبده ده خده معاك ب 600. ما علينا، باستغلال الشركات هنا في مصر مش هتقدر تشتري لعبة خالص، لكن لو اتعمل له جيل بريك اجري اشتري بلاي ستيشن 4 حتى بال 4700، لان خلاص انت هتدفع الثمن ده والالعاب هتحملها تورنت وخلص الموضوع بالنسبة لك. طبعا بتوع الاكس بوكس مش عارف اقول لهم ايه، الجرافيك زبالة الصراحة، مش عارف ازاي مايكروسوفت تعمل حاجة زي كده. ده انا هوريكم دلوقتي صورة الواتش دوجز بقارن بين التلاتة، بس برضو لو جيت تبص في الجرافيك انا مش هيهمني ازاي الشعرة، مش عارف شعرة الدقن دي طالعة ولا لا، ولا الشعرة اللي موجودة في طالعة ولا لا ولا ظاهرة، مش دي القضية خالص. انت لما تيجي تلعب اللعبة مش هتدقق وتقف وتبص ايه ده الشعرة طالعة لا مش طالعة، ايه الهبل ده. انت دلوقتي بتلعب فتركز البيئة المحيطة بيك كويسة ولا لا، هل هيحصل فريم دروبز كتير ولا لا. فده لو خلاص جيت منه هتلاقي ان الكونسولز مش مشكلة برضو انك تجيب كونسول، لان الجرافيك فيه كويس، الجرافيك فيه كويس كاني كويس قوي ومرضي وما منوش مشاكل خالص. اخر حاجه هنتكلم عليها يعني شركات الالعاب دلوقتي والحصريات اللي بتنزل دلوقتي. انتوا عارفين ان لعبه رايز هتنزل اللي كانت خاصه باكس بوكس 1، طبعا مش جايه على بلاي ستيشن 4 زي ما انت يعني، هي حلقه متواصله كل واحد بياخد العاب. لي انشارتد نفسي العب انشارتد، مش عارف نفسي العب كيل زون، نفسي العب انفيمس سكند سان، يعني نفسي العب الالعاب دي بس مش عارف. بس برضو مش اللي هي اجيب لها جهاز جديد عشان العبها، هي دي المشكله. لكن مع الوقت بتلاقي الحاجات دي بيت الكونسولز والبي سي بيتبادلوا لبعض، لكن كونسولز وكونسولز يعني كونسول وكونسول بي اس الاكس بوكس بيتبادلوا لبعض لا ما تحصلش. لكن هتلاقي حلقه الوصل في النص البي سي، وده يخليني اشجعك انك يعني لو في النقطة دي بالذات خلاص، لو هي دي اللي هتفرق معاك اختار البي سي. لو انت خلاص مرتاح كميزانية وكده اختار البي سي، ما مناش مشاكل خالص ومش بس انت هتستنى شوية، ده كل الموضوع. بس كده معلش طولت عليكم. دي كانت حلقة يعتبر انا لخصت فيها كل الكلام اللي بيتقال على البي سي والكونسولز، وانا بي سي يالا ومش عارف ايه. لا احنا يعني لخصنا الموضوع ده كله، هتقارن من ناحية الجيمنج بس، ولو الجرافيك فهو مرضي جدا بين الاتنين ما منوش مشاكل. بس مايكروسوفت يعني مش عارف ايه الهبل ده، شغال على 720 بي مش فاهم انا خالص مش فاهم. بس برضو يعني بلايبل تلعب عليه عادي، لو شفت جيم بلاي على اكس بوكس 1 مثلا واتش دوجز ولا باتل فيلد 4 هتلاقيها ممتعة جدا الصراحة، مش مشكلة خالص. بس كده اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وشكرا ليكم. كان معاكم معاذ من راديو جيمز، اشوفكم في حلقه جديده.